إذن بعد الاستماع إلى أغنية أنت شمسي المطرب التونسي الفنان الكبير العملاق لطفي بوشناق والأغنية أنت شمسي، وأنا حبيت نقول مدام نحكيه على التجاعيد ونحكيه على الانسيانتيريد ربما زاد حتى أين نحن فصل الشتاء بتابعة الحال نحكيوش على الشمس، لأن الشمس عندها مظهر كبيرة في فصل الصيف خاصة في القيروان وقت نوصل 55 هذا بون بلغت فيه لك أما 51 و50 درجة، يعني كيفاش ترى الوضعية تاع الشمس هذه خاصة أنك اللي يون لي بو سونسيبل اللي عنده جلد رهيفة برشا، أنت إيش تقول له هنا؟ احنا هذيك سامحني خلي احنا ديما يزمنا نحبيه روحنا من الشمس خاصة في وقت الذروة من العشرة للما الثلاثة هذيك وقت الذروة متاع الشمس يزمنا ديما نحبيه روحنا بالشمس بالواقي باللباس متاعنا. كان يزمني نعطيك ملاحظة اللي أنا في قروان مثلا ما عمري ما قيت إشكال في الحماية ضد الشمس، تبارك الله الناس هوني معناتها يقيوا روحهم معناتها عندهم وقت يخرجوا فيه في الصيف عندهم وقت معناتها منظمين على الاخر وقت الذروه ما تقى حد، لكن ثم نساء عندهم ثقافه على التجميل يعمل لي زيكرون بالعكس، معناتها انت تعرف اللي في قروان النساء النساء القرويات القيروانيات أيوة. مهتمين ياسر بالجمال نتاعهم من اول معناتها لي برومي كونتاكت طلب نتاعها في اللي كريم وفي الـ باش تحسن من نوعيه الجلد نتاعها وباش تحمي روحها من الشمس من معناتها من الاول كان كثافه الطلب الذكية ومعناتها الوعي نتاعها اللي هي ضد معناتها الحمايه ضد الشمس. ايوه وعندك حاجه اخرى انا الملاحظه الزاده النظافه ديك ساعات نقول لهم اسمع نقصوا شويه معناتها يحبوا ياسر الحمام معناتها من بين الحاجات اللي انا كنت هي قروان باش مشهوره كان بالحمامات نتاعها معناتها تقول لك مثلا نقولها اسمع مثلا جيني عنده ولدها عنده مثلا حساسيه اللي تعمل له برشا شيح في جلده كلها ماذا بيا دوش له في الدار كيفاش تقول يقعد مسخ كيفاش يقعد مسخ كلها لي راه حتى كي تغسل في الدار راه يقعد نظيف معناتها بالنسبه لي هما الحمام حاجه اكيده وحاجه حاجه لازمه بالنسبه للنظافه. وذي مدام اعطيك معلومه هي في العادات القيروان هذه سواء الرجال او النساء كانت عندها العاده هذه وما زالت لحد الان فما رغم اللي توا الديار فيهم فيهم البانوات وفيهم كل شيء يلزم تمشي للحمام يقول لك انا مثلا نحبذ نمشي للحمام ماء سخون وعندنا حمام زاد حمام برشا حمامات في القروان عندهم الماء باهي خاصه للجلده كما حمام القرقبية هذايا حمام القرقبية من منصح به خاصة أمراض الجلد، يعني هذه من عادات أبناء القيروان أنهم يمشيوا الحمامات مش ظاهرة معناتها جديدة ربما لا هي مش ظاهرة جديدة هي مغروسة فيهم معناتها حاجة بالنسبة لهم كما تاكلوا تشربوا هي باهية ومش باهية الحكاية لا أنا ما نقولش مش باهية هي حاجة باهية باهية معناتها أما ساعات نقول أنا إكزاجيغي شوية فهمت مبالغ فيه شوية شوية على خاطر راهو احنا نجمو ننظفو في الحمام ولا مش في غير حمام بعض الامراض اللي هي تستحق ان احنا ما نمشوش للحمام اللي يبدا عنده تورد في وجهه والا اللي يبدا عنده شيح ياسر في الجلد نتاعو خاطر لازمك تعرف كي تمشي هي للحمام مش تقعد ياسر في السخانه مش تفتل ياسر الجلد نتاعها دونك نجم على غاف الشيح في الجلد كذا نحن تحدثنا على الشمس ونتحدثوا ايضا على البرد السقيع نحن نقولوا سقيع تلقى الانسان تلقى في ديه تلقى نعش الجلده نتاعو يبدا فيها سقيع يبدا فيها شنو تنصح في الحكايه؟ ديك يلزم الحمايه ضد البرد يلزم ديما في الطفاء ونحن خاصه في فصل الشتاء يلزمك تلبس لي غون بكوما ربي يرحمنا بالامطار ايوا اي ويلزمك ديما تدفي الجلده نتاعك تعمل لي كريم فما لي كريم ضد السقيع باش تحسن الفاسكولاريزاسيون نتاع الجلده نتاعك. به دكتوره بالنسبه للاختصاص نتاعك امراض الجلديه وايضا طب تجميل بالتاكيد ان هناك متابعه المؤتمرات خاصه اللي تقع على مستوى الجلده وكذلك التجميل
المتابعه هذه هي نجم نقولوا ريسيكلاج، يتبع في اهم التطورات. هي لي كونغري راهي حاجه الزاميه بالنسبه للطبيب. أيوة. اي طبيب كان طبيب جلده ولا غيره، معناتها خاطر لازمك تعرف اللي في لي كونغري احنا نشوفوا لي نوفوتي، حاجات جديده. وفما لي فورماسيون كونتينيو، فما في كل كليه، في كل مستشفى جامعي تقع عندهم دي كور اللي يتعاملوا مثلا بعد العمل، اللي يحب اي طبيب يسانسكري فيها ينجم. فما لي دي يو زاد لي ماستر اللي يتعاملوا في كل كليه، كيما مثلا احنا في كليه طب بسوساكيت فما لي ماستر نتاع لي درماتوز بروفيسيونيل، فما لدي الميدسين استيتيك كيما توا زاد في صفاقس، فما لي كور دو ماستر نتاع الدرموسكوبي نتاع لي لازر. دونك فما الامكانيه انه الطبيب باش يقدم في المعلومات نتاعو في العلم نتاعو باللي ماستر هذوما دون لي كونغري اللي يصيروا على شيل ناسيونال في تونس، وفما على شيل انترناسيونال اللي احنا مطالبين باش نحضروا لها باش نشوفوا شنو ما لي نوفوتي اخر تطورات اللي تنجم تصير. باه ترشي زاد مدام لي سوان لي بوماد اللي تعطيوهم، نقولوا السوام نتاعهم غاليين برشا، يوصل 70 80 90 الف، وخاصه لي برودوي اللي يجيو من ليترونجي، خاطر نحن في تونس مازلنا ما حد الان فماش برودوي تيبيكمون تينيزوا. دونك انت هنا نشوف لي بومات تلقى ب 70 ب 80 الف. باش نسالك حاجه، احنا رانا الامراض الجلديه راهو ساق في المرض وساق في التجميل. احنا نداويو بالدويات اللي هي مسعره الاسوام نتاعها، ونداويو باللي كريم. لي كريم راهي حاجه كوزميتيك في العالم اجمع الكل راهي غاليه، مش كان في تونس. واللي كريم كوزميتيك اغلبها مش مصنوعه في تونس. حتى اللي مصنوعه في تونس لي برينسيپ اكتيف يجيبو من برا، دونك اغلبها تجي من برا. دونك انت مع تسعير لورو اللي موجود مع الديوانه، الكريمه اللي تسوى نورمالمون 10 يورو تولي اللي هي تسوى 30 الف كهو ولا 35 الف، اضربها انت الديوانه ولا لورو كيفاش هو طلع بالطبيعه مش تلقاها اغلى. دونك هذيك علاش خاطر احنا الامراض نتاعنا ما نديوهمش كان بالدويات. مثلا نعطيك اطفال القمر اللي هما الكزيرو داما بيغمونتوزون اللي هي يلزمها ليكرون. عندنا احنا ليكرون بالنسبه اللي هو الواقي ضد الشمس هو اساسي، عندنا احنا هو دواء. باغ كونتر في العالم اجمع الكل ليكرون معتبر هي كريم كوزميتيك، كريم تجميل. باش تعمل حاجه كمالي ثانويه مش حاجه اساسيه. دونك قعدنا ديما في الاشكال، احنا الاختصاص نتاعنا مظلوم شوي، على خاطر احنا كي نجيو نداويو بكريم اللي هي في العالم اجمع الكل تقولك مش دواء، ولكنها هي في الاصل الاشياء هي تساعد الانسان باش يكون مرتاح. نعطيك مثال اخر، الاطفال اللي عندهم حساسيه، الاطفال اللي عندهم الحساسيه واللي يعطي الحساسيه تعطيهم الشيح في الجلده، باش يلزمنا نديهم بالمرطبات، الكريم اللي هي ترطب الجلده، هيدراتونت لي كريم هيدراتونت. لي كريم هيدراتونت يعتبروها كريمه تاع تجميل مش كريمه مداوات، وهيك علاش مش مسعره، تلقاها غاليه، وخاصه اللي هي تجي من برا مش مصنوعه في تونس. به مدام انت تو تحدثنا على المواد هذه للتجميل وباش تبرز الجلد وكذا، لكن انا نحب نسالك سؤال اخر. فما ناس يقول لك نداوي بالدواء العربي، كسفادين نداوي بالعربي، فما يقول لك شكون نحط في وجهه تحط الطفل، مثلا الطفل تحط فيه في وجهه، فما الناس يعملوا دويات اخر، مثلا نقول نحط كعب عظام ولا شنو وخليط اخر انشاء وشنو. انت انت مع يعني استعمال هذا ام ضده؟ مي يزمك تعرف اللي الدويات العربي يقولوا احنا الدويات العربي اللي راهو استعمال الخاص. ايه استعمال الخاص راهو يلزمو دراسه، انا مش ضد، اما يلزمو دراسه باش انت كي تحطو على وجهك ما تصيرلك شي مشاكل. خاطر كي تحط حاجات انت ما تعرفش المفعول نتاعها
عجلدة متاعك راهي تنجم تسبب لك حاجات أخرى اللي هي تقعد أنت تعاني فيها. راهو الحاجات الطبيعية بين ظفرين إذا كان هي فعلة في الباهي راهي تنجم تفعل في الخايب. دونك يلزمنا نرد بينا، ما يلزمش الإنسان يطمن يصل الحاجة اللي يقولك أي كان نفعتك ما تضركش. راهي كيما تنجم تنفع نجم تضر. لكن مدام شوف خاصة قبلنا احنا بكي حكيت على الحمامات والقراوة يحبوا الحمام، تعرف القراوة يهزوا معاهم الطفالة ويهزوا معاهم يعملوا أصفاد مش يضد يعملوا عليش. فما شكون اللي يعني مازال لحد الآن يغسل شعره ويغسل راسه بالطفل ما يخوش شامبوان. أقولك شامبوان فيه مواد أخرى ما هيش باهي تضر بالجلدة. الطفل العربي يحط فيه طريف زهر ويحط فيه قشوش الوردة، ذاك نقولونها قشوش ورد، ويغسل بالطفل والطفل يقولك هذاك أنا إفيكاس. أما أنا نحكي لك على بصفة عامة، خاطر راهو الاستعمال الحاجات اللي بين ظفرين تقول طبيعية ولات طريقة مكثفة. راهو الحاجات الطبيعية بصفة عامة، أنا ما نحكيش على اون غوسيت، نحكي على بصفة عامة إجمالا يلزمها دراسة. معناتها أنت كي باش تعملها يلزم فما كمية معينة ويلزم معناتها روسيت معينة، مش أي حاجة تقراها وإلا يقولوا لك عليها تمشي تعملها، خاطر تولي كل شيء معناتها أنت مسموح. تقصد أنت معناتها ربما تواتيه ربما ما تواتيوش، يعطيك الصحة. فما جلدة تواتيه مثلا، مثلا مش عطيك مثال بارك وانسيدونس تخل وافق ومثلا بقليه فهم مثلا يعم. مثلا أنت جبت لي عطفل يزبك تعرف اللي فما دي كريمة باز متاع طفل، خاطر هي تشاي حزيت مش ني ضد. أما مش عطيك مثال، إذا كان مش نحلو الباب هذا نعطيك مثال آخر. تعرف اللي أنت الثوم الثوم الزيت متاعو يستيمول الروبوس دي شوفو، خاصة عند بعض الناس كي ما تكونش فيها دراسة وكمية قداش انت باش تعمل نجم انت تحرق جلدة متاعك. نعم نجم تحرق جلدة متاعك. احنا نشوف المشاكل، احنا طبة الجلدة اللي يستعملوا الحاجات اللي هما بين ظفرين يجيوك ليكا كيما هذوما اللي هما يستعملوا بطريقة مكثفة ولا ما غير دراسة ما غير كمية محدودة اللي تصير فيها مشاكل. فكان ينجم يكون فما حاجة طبيعية هي ديما أكيد هي نافعة، لكن علاش قلت لك يلزم فيها دراسة؟ على خاطر فما مواد اللي هي نافعة لكن يلزمها كمية معينة وأسلوب معين للاستعمال. هذا هو. إذا أنت معناتها مش ضد استعمال، مش ضد أما بحذر، بحذر. به أنا مش نمشي معاك الفولي آخر توا، بما أن نحن قريب تنتهي هذه الحصة نحب نتعرفوا على الدكتورة هاجر كشوخ في البيت. يندرى المسيو يعاونك في البيت ما يعاونك شي، كيف ناش توفق بين العمل العمل متاعك وعمل البيتي؟ نحب نعرفوا ايش الأشياء. أنا من أنا نسمى محظوظة على الأخر، معناتها اللي أنا زوجي هو كما قلوا احنا هازز معايا وظن القفة بالكدي وأكثر من بالكدي، معناتها نوجه له تحية ساعق وكل شيء ونحييه على خاطر هو كان معايا في المحطات حياتي الكليكية اللي بدينا فيها في قروين، خاطر احنا بدينا مع بعضنا في قروين، كان واقف معايا في كل شيء في الأبسط الديتاي الكل متاع حياتي المهنية، وكان ديما يشجعني اني نواصل ونقدم القدام، وكان هو انا نغيب هو موجود. قال لي ما تخممش، تحب تمشي الكونغري، تحب تمشي الفورماسيون، تحب تقرا، انا هاني موجود نعوضك في الدار كانك انت موجوده. دايوغ احنا ولادنا بالنسبه لي لهم هما ابوهم ولا امهم كيف كيف. عرفني بالعائله، قالش عندك من صغير؟ انا عندي اربع اطفال ما شاء الله، عندي زوز اولاد وزوز بنات. سميهم لنا. عندي محمد امين اللي هو نجح في الباك وتو يقرا هندسه في الانجنيوغا انفورماتيك البرا. عندي فين البرا؟ في فرنسا، في المانيا، في المربي عام. وعندي ولدي ياسر اللي هو تو في الليسي يقرا. وعندي زوزة ابنتي زينب وامنه اللي هما في واحده في الليسي واحده في المنزل في الكوليدج. زوز بنات وزوز اولاد. زوز بنات وزوز اولاد. شكون تحب اكثر؟ كلهم نحبهم. كل واحد غلبني هذه. كل واحد شنو الخاصيه نتاعو. أيوة. كل واحد شنو الميولات نتاعو. أيوة. وكل واحد يحكي لك بطريقه اخرى، بطريقه نتاعو.
بأسلوب هو. إذا المسيو يعاون في الدار ها؟ هو كل شيء، في التطيب كل شيء، هو كل شيء معايا في كل شيء ما شاء الله. عندك هواية من الهوايات ربما أنت بخلاف؟ أنا نحب المطالعة، نحب السباق، هذوما اللي نحبهم برشا. لو كان تخير مثلا نهار قلنا نحب نقيم في القيروان، نحب نبني في القروان، نقف في القروان، بما أنت أحببتي القيروان وأهالي القيروان حبوك، فكرتش يوم من الأيام أنك تقيمين في القيروان؟ خاطرك أنت تعمل كل يوم في نافات، ربي معاك وربي يحميك، تفكرش نهار تستقرين في القيروان؟ هو أنا عشت 18 سنة في قروان وبديت باش نبني في قروان، مي الوالدة كان أمنيتها أني أنا نكون قريبة بحذاها. كي تحلت الثنية معناتها بين سوسة وقروان، وليت تحت طلب العائلة، فضلت أني أنا نكون بجنب الوالدة ربي فضلها لنا، أني نكون قريبة منها على خاطر قعدت مدة كبيرة بعيدة عليها، وهي بحكم اللي كانت تقبل لي هي بالوالد وكل، ما كناش نجمو ما كانوش نجمو يجيو بحذانا ديما، كنت نوعا ما نحس شوية بالوحدة اللي أنا عائلتي بعيدة عليها. فكان حلمي أنا نرجع بحذا عائلتي، معناتها في الأخر أنا جو سوي تخيز أفكتيف وتخيز أتشيل العائلة متاعي بيانسير. دونك كان ديما نخمم أني أنا نرجع لعائلتي، وراه شرينا أرض وبدينا نبنيه دجا. كي تحلت الثنية وعائلتي حبوني معناتها نرجع بحذاهم، قررنا باش نرجع. يعني على مستوى خاصة لو تروت القروان سوسة، هي اللي سهلت لي أني أنا نكون ملي نعمل نافات كل يوم بين سوسة وقروان، وباش أنا كنت قريبة من الوالدة، وخاصة معناتها هي تعديت فترات صحية صعبة ربي يشفيها، خلاني أنا نكون قريبة بحذاها، حمد ربي اللي أنا بحذاها، وخاصة الوقت اللي جات الكوفيد معناتها ومع هي صار لها مشاكل صحية كنت أنا قريبة منها. دكتور ربي فضلك الوالدة، عايشك ربي فضلك صغيراتك، عايشك. ونحن اليوم كنت سعيد سعيد جدا باستضافتك في حصة لمسة وفاء، ونحب نقول لك راهو أنا علاقتي وارتباطي بالقيروان ما كانش كان حاجة مهنية كهو، معناتها إذنك تعرف اللي أنا نهارت اللي حاولت ونعملت نافيت أنا ونافيت كل يوم، العام اللي أنا حاولت بعد أنا بالكهرباء متاعي ندور في الثنية متاع قروان، نبكي على خاطر حسيت اللي فما حاجة في قلبي تمست، اللي أنا مش نكون بعيدة نوعا ما على الأصحاب والأحباب اللي أنا عاشرتهم معناتها سنوات وسنوات. هي قروان قبلة الجميع، القيروان دائما وأبدا تفرح بضيوفها، أنت مش كضيفة، أنت أعتبرك أعتبرك ابنة القيروان، أنت تشتغلين هنا، ربي يعاونك، ربي يعطيك ما تتمنى من الخير، ونشكرك كل الشكر على قبولك هذه الدعوة. كما أشكر أيضا زميلي أيمن ليجا اللي رافقني اليوم في هذه الحصة على مستوى التقني وكذلك على مستوى الرقمي، وأيضا أحمد المخلوفي ومحمد الخبو، وأيضا شكر خاص إلى السيد محمد الليوان رئيس المدير العام لإذاعة الحياة فهم، اللي ساعدني برشا برشا في إنجاز هذه الحلقة والحلقات السابقة. إذا سيداتي وساتي هكذا تنتهي هذه الحلقة، لكن قبل ما تنتهي الحلقة فما أغنية مش نسمعوها بعد قليل، هي أغنية الهادي جويني، شنية؟ تحت الياسمينة في الليل. تحت الياسمينة في الليل، وخاصة الياسمينة في الليل في سوسة، وما حكيناش على البحر، انت كنت تحبين البحر وجمال البحر، وانت ورائحة الياسمين، رائحة الياسمين، قلت نحب ديما نقعد قدام البحر لأن يعطيني بالاطمئنان، يعطيني بالراحة، مش ديما البحر يعطي اطمئنان، ديما كده هادي هكا ولا بس بالفعل إذا أشكركم سيداتي وسادتي الحسن المتابعة، وهو الزبي العياري، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.